قصص عربية. النمر قادم. كان هناك ولد صغير يدعى كريشنا، يعيش مع والده في قريته ويساعده في عمله بالرعي، وكان يملكان أبقارهما الخاصة ويخرجان لرعيها. ولكن كريشنا كان ولداً مؤذياً، لا يمر عليه يوم دون أن يفعل شيئاً مزعجاً. ماذا سأفعل اليوم؟ أنا لا أجد أحداً، من سأخدع إذن؟ لن أدع اليوم يمر، كم أشعر بالملل. هيا يا عقلي، فكر بشيء. وفي تلك اللحظة جاء والد كريشنا لرؤيته وبدا متعجبا. يا كريشنا، ماذا بك؟ أخبرني. أنا أفكر ماذا سأفعل الآن. حسنا، سأخبرك. أنا لست بخير اليوم. لما لا تأخذ الأبقار للرعي عند العشب المجاور للغابة هناك؟ بالطبع سأخذها، ولكن عليك أن تنتبه وتراقبها جيدا، وإلا سيأكلها النمر المفترس. سأراقبها يا أبي، لا تقلق، علي أن أنصرف الآن، إنه وقت رعي الأبقار. وعلى الرغم من أنه كان مؤذياً، إلا أنه لم يرفض طلباً لأبيه قط، وطبقاً لتعليمات والده جمع كريشنا الأبقار وأخذهم للرعي بالقرب من الغابة، وكان ممسكاً بنبلة خشبية وعصا طويلة. وبعد قليل وصل كريشنا بأبقاره إلى العشب المجاور للغابة، ورأى شجرة كبيرة في المنتصف، فتسلقها بحذر وجلس عليها، وأخذ يقذف الأحجار على الأرض مستخدماً نبلته، ولكنه شعر بالملل بعد قليل، وجاءت إليه فكرة ستجعله يشعر بالمرح، وبدأ بالصراخ: النمر! النمر! النجدة! النمر يأكل أبقاري! النجدة! فليساعدني أحد! هيا أنقذوني، فالنمر قادم! سمع الأهالي صراخه فصدموا وشعروا بالخوف الشديد. أسمعتم؟ كريشنا في خطر، النمر سيقتله، لنذهب على الفور. أجل، هيا بنا ننقذه. هيا هيا بنا، هيا بنا، هيا بنا، هيا بنا بسرعة. جرى الجميع نحو الغابة وأخذوا معهم أي شيء قد يستخدم كسلاح لمحاربة النمر: العصي والخناجر والمناجم. ترك الجميع أعمالهم الهامة وأسرعوا لإنقاذ كريشنا من الخطر، وما أن وصلوا. هيا هيا كريشنا، أين النمر؟ هل أنت بخير يا ولد؟ لا تتحرك أبدا يا كريشنا، لا تنزل من فوق الشجرة، وأخبرنا أين النمر؟ أين هو النمر؟ أين؟ أين هو؟ أي نمر هذا؟ لا يوجد نمر. لما صرخت إذن؟ هل كانت هذه خدعة؟ ماذا؟ لماذا أنت مزعج؟ لما تفعل ذلك؟ لا تكن مخادعاً، ستقع في مشكلة. تركنا كل أعمالنا بسببك. اكتفينا من خداعك يا كريشنا، تفهم؟ مقالبك تسبب المشاكل، لن ينقذك أحد ثانية أبداً. لا تغضبوا هكذا، حسناً حسناً، لن أكررها. لم يستطع كريشنا التوقف عن الضحك، وعاد الأهالي إلى أعمالهم وهم في شدة الغضب، ولكن كريشنا كان سعيداً بفعلته. كان هذا مضحكاً، كانوا خائفين جداً. مر اليوم وعاد كريشنا إلى المنزل ومعه الأبقار، وفي اليوم التالي ذهب ليرعى أبقاره ثانية، وقرر أن يمارس نفس خدعة الأمس. النجدة! أنقذوني أرجوكم، النمر قادم،
سيأكل كل أبقاري، أنقذوني! مرة أخرى سمع الأهالي صراخ كريشنا من الغابة، وقلق من لم يعرف عن الخدعة السابقة، وجروا جميعاً إلى الغابة لإنقاذ كريشنا. في خطر كبير، هيا علينا أن ننقذه. أجل، إنه طفل مسكين، كيف سيواجه النمر وحده؟ فلنسرع إليه. أجل، أتمنى أن يكون بخير. هيا بنا. ومرة أخرى جرى الأهالي لإنقاذ كريشنا، معتقدين أنه صادق في استغاثته، وما أن وصلوا إليه حتى وجدوه جالساً فوق الشجرة وكان يضحك. انظروا إليكم، ما الذي حدث لكم؟ ألا يوجد نمر هنا؟ ها؟ لا يوجد أي نمر. ما الذي دهاك يا كريشنا؟ ألم تكتفي؟ متى ستنضج؟ هذا خطأ، نحن لدينا أعمال. لما تزعج الجميع دائماً يا كريشنا؟ أنت سيء. ستدفع ثمن هذا، جئنا لإنقاذك وهذا ما نناله. لن ينقذك أحد ثانية، هذا صحيح، لن ننقذه. لماذا ترحلون؟ ماذا سأخبر النمر؟ عندما رأى الأهالي ضحك كريشنا ازداد غضبهم، فصرخوا جميعا به وثاروا وعادوا إلى أعمالهم. وأصبحت هذه عادة كريشنا، يأتي يومياً إلى المرعى ويصرخ طلباً للنجدة. فهم الأهالي خدعة كريشنا بعدما أسرعوا لنجدته كل يوم تاركين أعمالهم. وفي يوم لم يصادف كريشنا الحظ، فبعد أن أخذ أبقاره إلى المرعى جاء النمر بالفعل، ليس واحداً بل كان عدة نمور، فصرخ طالباً للنجدة. النجدة! النجدة! النمر! أنقذوني منه! لم يأتي أحد هذه المرة، ولم يستمع أحد إلى صراخه، وظل كريشنا يصرخ طلباً للنجدة. صدقوني! إنها النمور! عمي! عمتي! ساعديني! النمور تأكل الأبقار! أرجوكم! ساعدوني! أرجوكم! لقد أصبحت هذه عادته، صراخه زائف، لن أضيع وقتي. والآن أيضاً! هذا صحيح! لن نذهب إليه! أجل أجل، إنه مخادع، لن نذهب. لن نذهب، أتفق معكم، لدينا أعمال مهمة. استمر كريشنا في الصراخ ولكن لم يستمع إليه أحد. هاجمت النمور الأبقار وأكلتها، وجلس كريشنا بلا حيلة، وأخذ يصرخ ويصرخ وبكى بشدة حين فقد جميع أبقاره. وصلت الأخبار إلى والد كريشنا، فشعر بالقلق وجرى مسرعاً نحو الغابة. ما الذي فعلته؟ هذه الأبقار هي كل ما كان لدينا، والآن وقد ذهبت لم يعد لدينا شيء. كيف سنعيش؟ كيف سنحصل على طعامنا؟ لقد تغاضيت عن أفعالك السيئة دائماً، ولكن هذا كثير. ماذا سأفعل الآن؟ أخبرني يا ولد. سامحني يا أبي، كان خطأً كبيراً. أنا آسف حقاً، لن أزعج أحداً ثانية. أنا آسف. وهكذا دفع ثمن أخطائه. هل كان كريشنا مخطئاً فيما فعل؟ أجل. حسناً، أخبروني ماذا تعلمتم من القصة؟ تعلمنا أنه علينا ألا نكذب أبداً، وإلا سندفع الثمن إذا فعلنا هذا. أجل،
فإذا صدق أحد كذبة في المرة الأولى لن يصدقها ثانية، وإذا احتجنا إليه حقاً لن نجده معنا، ولهذا علينا أن نكون صادقين دائماً.